يعطيه الفرصة خالد القروني، شمراني من لمسة جميلة جدا، أوبيا جول أول للشباب من جانب سعد الأمير. نعم سعد الأمير وليس أوبيا، قذيفة عراقية في مرمى الحضري، هدف شبابي أول. جميل اللعبة، استلام رائع في مثل هذه الكرات، يعطي خيار ممتاز نصر الشبراني مع تمريرة من لمسة يصوب فيها سعد الأمير. شوف 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 لمسة الشبراني، صنعت كرة جميلة جدا للغاية، وسعد الأمير يصوب والكرة تستقر في مرمى الحضري. هدف شبابي أول، 1-0 لمصلحة الشباب من تصويبة قوية من سعد الأمير. لاحظ كرة صعبة على عصام، خبرة كبيرة حارس الدوري المصري.